المانيا المانيا استراليا يا جماعه ايطاليا كرواتيا امريكا الجنوبيه كذا هد هد انت وياه خلونا نركز وين نروح يا جماعه المساله وجهه نظر عطنا اقتراحك يا ابو وجهه نظر اي اي انا اشوف 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 احنا نروح للمالديف ورا ما نروح النمسا او سويسرا لا 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 باي من اسمها فلوسها كثير اهدى طيب اقترح انت نروح 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 الاكوادور انت عارف وين مكان هذه ولا قلتها كذا بس اسمها رهيب كي تحس فيه كودره في الموضوع لا يا شيخ يا عيال خلوا موضوعكم علي انا عارف من اللي يدبركم انا يا عيال اشوف موضوعكم سهالات ما يجزي مني اقدر اسنعكم تكفى يا الذيب تكفى يا الذيب سنعنا اول شيء لازم تروحون لم دوله موضوع فيه استسهالات وما يطول ما هو بطقه والحقه مثلا عندك دول الشنغن باوروبا هذه موضوع فيه استيدبل تسبدك ويغثك تقعد شهرين ما اطلع عن جوازاتك اوف شهرين كذا انتهت الاجازه يا ابوي حد ايش زين لكم انتم اللي ما خططتوا له من بدري طيب وش الحل نقرب ورقات البلوت ونكنسل السفر مو بان اللي تعوق معي ما لكم الا اسنعكم بسفر وحجوزات بس ها بشرط وشو أروح معكم لا يا شيخ الحين القطة يلا يلا تكفينا تبي تروح معنا بعد علشانك ودلعم أضبطكم بس ها جيبوا لي صحن شاورما عربي وزهل والباقي كفو وبتذا سنعتكم بأحلى سفر لمدة 10 أيام 15,000 ريال تذاكر وسفر ومعيشة يا أخي ما شاء الله تبارك الله على ذا الولد وشلون كذا ما قلت لكم يا عيال بيضبطنا بالمناسبة هذه يحضر لك احلى شاورما عربي مشكور يا ابوي على هذه الخدمه اللي ما راح ننساها لك طول العمر طول الدهر صالح كذا حجز وسفر طول العمر طول الدهر صالح كذا حجز وسفر طول العمر طول الدهر صالح كذا حجز وسفر يا جماعه اسمحوا لي انا ما اقدر اسافر معاكم لانه جوازي منتهي يا رجال ما دوينا عنك ولا طقنا لك خبر حجزنا وقضينا يا رب تخرب عليكم السفرة طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر طول العمر طول الدهر كفتة كذا ما في سفر هاي عيال أغراضكم كاملة إيه كاملة وجاهزة يا ابن الحلال شو فيك أنت هلا حولت كاش ولا لا يا ياسر أفا عليك محولها خذ لا 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 خلها معك انا معي فيزا تعامل بالفيزا شو فيك انت لا حبيبي ما توهقني متفقين من يومنا في الرياض ان القطه معك خذ هدوا اللعب عيال خلونا نطلب سياره من التطبيق اي تطبيق ابن الحلال شرايحنا كلها سعوديه ما فعلنا تجوال اي والله انك صادق بعد شوي نشتري من شرايحهم والحين خلونا نروح بتاكسي اوكي اوكي ايه ما تشوف انت غبي واتس رونج مان اي اي اهدى 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 وي ار سوري وي ار سوري سوري مين يا عمي خله يروح ينقلع بس لكن شفيك هو شابة ما شفت شلون طقني هلو يو نيد ا تاكسي سير يس بليز كم يلا يلا مشينا يلا خلاص يا ابوي روح